لمزيد من التفاصيل حول الانتهاكات المرتكبة ضد المتظاهرين في ثورة تشرين ينضم إلينا عضو لجنة تنظيم تظاهرات في العراق علي عزيز، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد. أهلا بكم سيد علي. أهلا وسهلا. كنتم قد أرسلتم في لجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين رسالة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بضرورة محاسبة عادل عبد المهدي، ما مدى توقعاتكم لاستجابة الرئيس الفرنسي وكذلك الحكومة الفرنسية التي كما يبدو أن خطابها مساند لمطالب المتظاهرين؟ نعم طبعا، احنا وجهنا هذه الرسالة للرئيس الفرنسي بالتحديد كونه هو اليوم الرئيس عن ومسؤول عن كل الشعب الفرنسي، وبما انه احنا احد افراد الشعب الفرنسي، يعني احد مواطنين فرنسيين كان يحكم العراق اللي هو عادل عبد المهدي، وهذا الشخص تسبب بمقتل اكثر من 1000 شهيد، عندنا اكثر من 1000 شهيد و30 الف معاق والى اخره من هذه الارقام اللي تعرف فيها حضرتك يعرفها العالم كله. فوجهنا هذه الرساله، وهذه الرساله نعتبرها الخطوه الاولى على السلم القانوني لمحاكمه عادل عبد المهدي وحاشيته ومن استلم الاوامر معه، لكن توجهنا الى الرئيس الفرنسي كونه هو رئيس وزراء فرنسا وعادل عبد المهدي احد مواطنين هذا البلد. نعم، سيد علي، ما هي الخطوات القانونيه المقبله التي رتبتم اليها لمتابعه هذا الملف الذي اصبح مطلب من مطالب الثوره؟ وجهنا احنا بتشكيل عندنا اللجنه القانونيه داخل اللجنه المنظمه للمظاهرات بالتكليف عده محامين، هؤلاء المحامين هم من مختلف البلدان الاوروبيه، ان يتوجهوا الى فرنسا بعد رفع الحظر طبعا عن المطارات الاوروبيه، والمباشره بالاجراءات القانونيه من تعرفين انت البروسيجر القانوني والمراسيم بتقديم هذا النوع من المذكرات. فاحنا شكلنا لجنه قانونيه يراسها 3 إلى 5 محامين، هؤلاء المحامين هم عراقيين بارعين جدا والتاريخ مشهود لهم بقضايا مثل هذا النوع. نعم، كان معهد هيدسون الأمريكي للدراسات دعا لتوثيق أسماء المتظاهرين في هذه الفترة لمتابعة الانتهاكات خلال فترة تولي مصطفى الكاظمي للحكومة في العراق، ما مدى أهمية مثل هذه التوثيقات؟ طبعا هاي التوثيقات مهمة جدا، يعني طبعا وبالمناسبة احنا عندنا مكتب المتابعة داخل اللجنة المنظمة للمظاهرات، يعني حاليا احنا متمكنين من توثيق اسماء ما يزيد عن 750 الى 770 شخص تقريبا من الذين استشهدوا، لكن احنا مشكلتنا وين؟ طبعا هذه احدى الجرائم التي تضاف لسجل الاجرام الحافل لعادل عبد المهدي، انه العديد من المستشفيات طبعا وبما فيها مستشفى الطب العدلي كانت تابة لسلمنا بعض جثث الشهداء، وكنا بالتالي ما نعرف اسمائهم، فلذلك اليوم احنا عندنا هذا المطاب، واحنا ان شاء الله بدنا نحاول انه نتواصل مع العديد طبعا بالاضافه الى المغيبين، يعني عندنا المغيبين يعني المخطوفين اللي هم ما نعرف قتلوهم، ما نعرف اعتقلوهم اعتقال ابدي، فهذه كلها احنا موثقيها. نعم، منظمة العفو الدولية قالت إن على الحكومة المشكلة وضع حقوق الإنسان في صميم جدول أعمالها، ما مدى قدرة وإمكانية حكومة مصطفى الكاظمي على التمسك بمثل هذه الدعوات الدولية حول حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات المرتكبة ضد المتظاهرين؟ يعني احنا ما نعرف يعني ما علاقة مصطفى الكاظمي بالقوانين الدولية؟ مصطفى الكاظمي يرأس جهاز مخابرات، واحنا انطينا 1000 شهيد و30 ألف جريح، ومصطفى الكاظمي على رأس أعلى جهاز أمني بالبلد، وين مصطفى الكاظمي؟ وين القوانين الدولية؟ مصطفى الكاظمي ألم يفرضه حزب الدعوة ونور المالكي رئيسا لجهاز المخابرات قبل عدة أعوام؟ اليوم هذه الازدواجية بالتعامل، والعالم الغربي دا يبين أنه مصطفى الكاظمي وكأنما هو الفارس الموعود لكي يخلص العراق، ومصطفى الكاظمي امتداد لعادل عبد المهدي وامتداد لمنظومة الأحزاب الفاسدة القاتلة. مصطفى الكاظمي بنظرنا هو الطفل المدلل لتجمعات الكتل والكتل البيوت الشيعي والسني والاحزاب الدينيه والكتل الاكبر والاصغر، هذا هو ابنهم المدلل اللي اتفقوا عليها الاتفاق المريب وخلوه رئيس وزراء، اما ما يقال عنه وهذا يرفع وهذا يكبس وهذا يمدح وذاك يدم، هذا ما هو الا ذر الرماد في العيون، واحنا ماشيين بمسيرتنا وثورتنا ومليونيه الخلاص عندنا، اليوم احنا بلشنا نوصل يعني على مشارف تحديد اليوم المناسب لهذه المليونيه.
شكرا جزيلا لك عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين علي عزيز، كنت معنا عبر سكايب من بغداد.